هنرجع بقى نشتغل مع بعض ان شاء الله الحلقة الثانية من سلسلة الجرامر او سلسلة التنسز. تنسز الازمنة. هنشتغل النهاردة ان شاء الله مع بعض الحلقة الثانية past simple. لو انت ما شفتش الحلقة الاولى بتاعت present simple روح شوفها وتعالى بسرعة. هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. تعالوا نبدأ مع بعض. اهلا بكم على قناة be the first. خليك الاول. معاكم محمد اسامة. هنكمل مع بعض ان شاء الله سلسلة التنسز. السلسلة ديت هناخد فيها كل التنسز مع بعض وازاي نكون جمل سليم. اتمنى ان انت تكون استفدت من الحلقه الاولانيه، ولو لسه ما شفتهاش انزل على طول في اللينك بتاع الديسكريبشن هتلاقي على طول اللينك بتاع الحلقه الاولى، اتفرج عليها وارجع لي تاني. طيب نبدا بقى مع بعض. علشان نبدا مع بعض برضو هنتفق مع بعض قبل ما نشتغل، لازم اول حاجه نعرفها اليوسج. يوسج معناها الاستخدام. طيب هو تعال نشوف الاول معنى الكلام. معنى الكلام كلمه past simple. past simple معناها الماضي البسيط. طيب يبقى خلاص كلمه ماضي، سيبك بقى من كلمه بسيط دي، ماضي. طيب usage قلنا الاستخدام. استخدام ايه past simple؟ احفظ معايا. ممكن نقول actions happened and ended. ممكن نقول احداث بدات وانتهت. ممكن نقول actions happened and ended، احداث حصلت وانتهت. وممكن نقولها بصيغه ثانيه actions started and finished، احداث بدات وانتهت. وممكن كمان نقول past habits. past habits عادات في الماضي. يعني ايه مثلا؟ لما اجي اقول لك I used to smoke، كنت متعود ان انا ادخن، الحمد لله ما ادخنش قبل كده، I used to smoke، يبقى ديت حاجه في الماضي انت متعود عليها. وممكن كمان نستخدمه في telling stories اللي هي روايه القصص. خلي بالك في موضوع روايه القصص ديت، لو انت بتقرا قصه في الغالب بتلاقي الاحداث بتاعت القصه في الغالب بتبقى في الباست سمبل. يبقى past simple usage بتاعه بسيط جدا، اسهل من present simple. تعالى ناخد الاكزامبلز بتاعته واحده واحده. لما اجي اقول لك مثلا past habit، past habit عاده في الماضي، يبقى مثلا I used to ride bike when I was young، يبقى انا كنت متعود ان انا اركب عجل لما كنت صغير. وممكن اقول I rode bikes when I was young، كنت بركب عجل لما كنت صغير. ديت عادات في الماضي وانتهت. طيب قلنا كمان في telling story. telling story لما تيجي تروي قصه، مثلا yesterday I walked to my school and I met my friend. We were surprised. وتبدأ تحكي قصة حصلت بينك وبين صديقك. يبقى في الحالة دي في التيلينج ستوري انت بتستخدم افضل زمن تستخدمه طبعا، بتستخدم فيه الباست سيمبل. يبقى بعد ما عرفت اليوسج لازم تعرف الفورم. طب تعالى نجيبها برضو من الاكزامبل. هديك اكزامبلز وانت اللي تقول لي الفورم بتاعها ايه. وخلي بالك من الاستخدامات كمان بتاعه الباست سيمبل. احنا قلنا actions started and finished في الغالب، with a time or a date في الغالب، فيها وقت او ليها تاريخ في الغالب، عشان دوت هنعوزه بعدين مع present perfect. خلي بالك هنعوز ده بعدين مع present perfect. يبقى في الغالب الباست سيمبل ده بيحصل مع time or date، يبقى بيبقى في وقت او تاريخ. طيب قلنا كمان الفورم بتاعه هناخده عن طريق الاكزامبلز بتاعته. I played basketball yesterday. I played basketball yesterday. I went to my school yesterday. She went to her school yesterday. They went to their school yesterday. They played. They watched. She watched. She played. ايه ده؟ هي الافعال مالها شبه بعض كده؟ هي مش شبه بعض. الفعل هنا بيتكون من حاجه اسمها سكند فورم. السكند فورم احنا كنا قلنا الحلقه اللي فاتت، قلنا الفيرب ليه ثلاث تصريفات، قلنا الانفينيتيف وده يخص الحلقه اللي فاتت اللي هو بتاع البريزنت سيمبل. وهنا بقى النهارده الباست سيمبل بناخد فيه ثاني حاجه اللي هو يا رجاله بيتكون من سكند فورم اللي هو التصريف الثاني. طب يا مستر حضرتك هنا قلت لي بلايد وقلت لي هنا وينت، ايه التصريف الثاني ده؟ بص يا سيدي، عندنا حاجة في الفيربس بالنسبة للتصريفات بكل بساطة، تعالى أقولها لك الناحية دي. بكل بساطة عندي حاجة اسمها regular verb وعندي حاجة اسمها irregular verb. regular verb معناها فعل منتظم. فعل منتظم يعني بتحط له دي أو اي دي أو اي اي دي، كويس؟ فعل irregular يعني ما ينفعش أحط له ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي. زي إيه مثلا؟ في regular عندك play، ده regular يبقى أحط له اي دي played. طيب عندي مثلا فيرب زي watch regular watched. طيب هتقول لي طبعا امتى دي واي دي واي اي دي؟ نفس الفكره بتاعت اس واي اس واي اس اللي احنا قلناها الحلقه اللي فاتت، فمش هنعيد عشان ما اطولش عليكم. بس طيب انا عندي مثلا go تبقى went see saw.
تيك توك. دول كده ريجولر؟ لا مش ريجولر. ليه مش ريجولر؟ لان ما حطيتش للفيرب ولا اي دي ولا دي ولا اي دي. طب الافعال الريجولر ديت هعرفها منين؟ هو انا هحفظ للاسف ملهاش قاعده، للاسف حضرتك مضطر انك تحفظ الافعال الريجولر، هي كده كده بتبقى عندك في المناهج، واحنا ايه مش هنكتر في الاكزامبلز بتاعتها. يبقى معنى كده ان الفورم بتاع الباست سيمبل او التكوين بتاع الباست سيمبل سكند فورم. سكند فورم قلنا يعني ايه سكند فورم؟ التصريف الثاني للفعل. وقلنا الفعل حاجتين ريجولر وايرريجولر. حلو، طب ما تيجي ناخد شويه اكزامبلز كده. حلو، مثلا ما اجي اقول لك she took photos of the pyramids yesterday. she took photos of the pyramids yesterday، هي التقطت صور للاهرامات بالامس. فين الفيرب بتاعك؟ احنا قلنا اول اي جمله لازم تبدا ب excellent، برافو عليك، لازم تبدا بالسبجكت she اهي قدامك. بعد كده عندك الفيرب اللي هو talk. طب سؤال على السريع كده، talk regular ولا irregular؟ عادي ولا مش عادي؟ منتظم ولا غير منتظم؟ talk ما حطيتلوش اي دي ولا دي ولا اي دي، يبقى دوت irregular. excellent، يبقى she took photos. طب باقي الجمله مالكش دعوه بيها دلوقتي، هنعرفها بعدين، انا بس بركز معاك في الازمنه دلوقتي. يبقى هنا she took photos of the pyramids yesterday. she saw monkey in the street، هي شافت قرد موجود في الشارع. so دوت regular ولا irregular؟ irregular عشان excellent، عشان ما حطيتلوش اي دي. يبقى بكل بساطه عرفنا اليوسج وعرفنا الفورم. فاضل لنا ثالث حاجه مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، الكويستشن بتاعنا. طيب مين يفكرني كده على السريع؟ تعالى فكرني. ايوه اللي باصص عليا دوت فكرني. فكرني كده بخطوات عمل سؤال قلناها المره اللي فاتت، قلناها فوق الناحيه دي دبليو اتش، هيلبنج فيرب، سبجكت، وبعد كده باقي الجمله. حلو، قلنا ايه مع بعض الهيلبنج فيرب؟ ام از ار، ام از ار، ووز وير، هاف هاز، ويل كان كود. تاني ام از ار، ووز وير، ويل هاف هاز، كان وكود. حلو حلو. طيب تعالى ناخد جمله. الجمله بتقول she saw a monkey in the street. she saw a monkey in the street، هي شافت قرد في الشارع. وما تقوليش مونكي، ما اسمهوش مونكي دي خالص، بيبقى she saw a monkey in the street، هي شافت قرد في الشارع. طب انا هنا عايز اعمل سؤال، السؤال بالعربي هيقول هي شافت ايه؟ يبقى هي ايه دي بالعربي اللي هي وات. طيب يبقى انا حطيت وات. طيب لو هنمشي على الخطوات اللي هو الفعل المساعد بتاعك، فعل المساعد احنا قلنا am is are was where will have وكان وكود. ما عنديش، عينك على الفيرب، عيني على الفيرب. انا عندي الجمله او الفيرب اللي قدامي فيرب سو، رأيت. طيب انا عندي فيرب سو ده ماضي ولا مضارع؟ ده ماضي. حلو، واحنا شغالين في الباست سيمبل. طب افكرك كده، احنا قلنا في البريزنت سيمبل كنا شغالين لو ما عنديش فعل مساعد كنت بجيب يا اما دو او داز، صح؟ ايوه، بس سو هنا ماضي يبقى ما ينفعنيش دو او داز، اركن على جنب. يبقى هنا هنستخدم ديد. اكسلنت، يبقى هنا هنستخدم ديد، واوعى تقولها ديد. ايه الفرق ما بين ديد وديد؟ ديد دي اللي هي اللي فوقيه ديت معناها ميت، ديت صفه، اتس ان ادجكتيف. ديد، هي از ديد اون ماي ديد بادي، على جثتي دي. يبقى خلي بالك النطق مهم جدا. يبقى انا هنا هستخدم ديد، هستخدم ديد. يبقى انا هنا استخدمت ديد، يبقى وات ديد. حط الفاعل بتاعك شي. طيب احنا قلنا المره اللي فاتت لما يكون عندي دو داز الفيرب لازم يكون في الانفينيتيف. طب انا هنا عندي ديد برضو، اخواتها مفتريه، برضو يبقى ديت الفيرب يبقى انفينيتيف، يبقى وات ديد شي. ها الانفينيتيف بقى رجعها لي، احنا قلنا سي سو اكسلنت، يبقى هنا الانفينيتيف بتاعي هيبقى سي، يبقى وات ديد شي سي ان ذا ستريت. واوعى تحط المونكي، ليه؟ لان ديت الاجابه بتاعتنا. طب ناخد جمله كمان، ناخد جمله كمان بتقول، بص يا سيدي، لما اجي اقول لك مثلا they played the match at 7، they played the match at 7، لعبوا الماتش الساعة 7. يلا نمشي على الخطوات، أنا هشيلها لك بقى وأنت امشي معايا. هما لعبوا الماتش الساعة 7، يبقى أنا عايز الوقت بتاعي اللي هو when، يبقى when. طيب عايز helping verb، ما عنديش، أنا بكررها لك عشان تحفظها معايا، ما عنديش am is are was where will have وكان وكود، دول مش موجودين. طيب يبقى they played، played دوت فعل في الماضي. طالما عندي played دوت فعل في الماضي يبقى انا بجيب فعل مساعد did، يبقى when did فاعل they، يبقى when did they. طب انت عندك played هتخليها played؟ لا، ليه؟ عشان احنا قلنا هنا عندنا مين؟ did. طالما عندي did يبقى الفيرب لازم يكون infinitive، يبقى when did they play the match
واوعى تحط باقي الاجابه لان ديت الاجابه. حلو حلو. تعالى بقى كمان ناخد حاجه كمان. احنا قلنا did في الكويستشن يبقى على طول اوتوماتيكلي النيجاتيف بتاعه didn't. طب هو didn't بس؟ لا، خلي بالك عشان هنا في تريكايه. انا ممكن اقول didn't واجيب وراه فعل في المصدر، ممكن اقول wasn't، ممكن اقول weren't. تهت وانا كمان تهت. طب تعالى ايه نرجع مع بعض كده. لما اجي اقول لك مثلا I was at the club yesterday. I was at the club yesterday. معنى الجمله انا كنت في النادي امبارح. طب انا عايز اقول انا ما كنتش. حلو، مش انت عندك ووز؟ طب ما هي ووز دي ماضي. ان في ووز حط نوت جنبيها، يعني زق لي الكلام ده كده شويه وحط هنا نوت بقى جنب ووز، يبقى I wasn't at the club yesterday. اكسلنت. طب ناخد جمله كمان، they were at the club yesterday. they were at the club yesterday. they were at the club، هم كانوا في النادي امبارح. طب انا عايز انفي، مش وير دي في الماضي؟ كان الماضي بتاع ار. ايوه، زق لي بقى الكلام كده شويه، حط لي النقطه هنا في النص، يبقى they weren't at the club yesterday. طب امتى يا مستر هتبقى didn't زي ما حضرتك ما قلت؟ بكل بساطه لما اجي اقول لك I watched the match yesterday. I watched the match yesterday. انت هنا عندك was aware؟ ما عنديش. طالما ما عنديش was aware في الجمله وwatched ده او الفيرب اللي موجود في الماضي، يبقى دي الحاله اللي لازم حضرتك تستخدم فيها didn't. تاني الجمله بتقول I watched the match yesterday، انا شفت الماتش امبارح. عايز اقول انا ما شفتش، وانا لسه من شويه وانا بعمل نيجاتيف استخدمت wasn't واستخدمت weren't، صح؟ ايوه. امتى؟ لما يبقوا موجودين في الجمله بستخدم wasn't او weren't. لو مش موجودين خلاص اركن عينك على الفيرب. انا عندي هنا watched فيرب في الماضي، يبقى في الحاله ديت لازم استخدمها didn't. يبقى I didn't watch the match yesterday. she saw a monkey yesterday. she saw a monkey، هي شافت قرد. انفي كده. عندك was؟ لا. عندك where؟ لا. هتعمل ايه؟ اركن was where. وسع لي بقى الكلام كده شويه مع بعض. طيب انت عندك so ماضي ولا مضارع؟ excellent past. ادام قلنا past وما عنديش wasn't or weren't، يبقى في الحاله دي she didn't. خلي بالك she didn't see. طب ليه she didn't see؟ لان انا عندي so ده فعل في الباست، وانا عندي didn't لازم يجي وراها الفعل في المصدر. اوعى تنسى دي، انا بقول لك اهو اوعى تنسى دي. she didn't see the match او she didn't see the monkey. she didn't see the monkey طبعا. طب لما اجي اقول لك مثلا they took a lot of photos. they took a lot of photos، هم التقطوا صور كتير، يبقى في الحاله ديت انفي. طيب انا ما عنديش ولا wasn't ولا weren't. طيب يبقى في الحاله ديت هستخدم excellent good work. هستخدم didn't، يبقى they didn't take photos. they didn't take any photos. اي حاجه من ديت، المهم ان انت تستخدم لي didn't وتجيب وراها الفيرب في المصدر. بقى لي حاجه صغيره بس اللي هي الكيوردز. الكيوردز برضو ما تهتمش بيها قوي، بس انا هعرفها لك yesterday last in the past، كمان لو انت عندك اي سنه في الماضي. ده كده على السريع بالتفاصيل كلها لكل المراحل تقريبا الباست سيمبل. طب فين المرحله بقى بتاعت اعدادي وثانوي؟ هدخلك الباست سيمبل في اعدادي وثانوي مع الباست كونتينيوس. لو انت حاسس ان انت استفدت من الفيديو ده والفيديو اللي فات، لو سمحت ما تنساش تعمل لايك، تعمل شير، ولو انت لسه ما اشتركتش معانا في القناه في زرار كده على جنب اسمه سبسكرايب او اشترك في القناه. كان معاكم محمد اسامه، اشوفكم الحلقه اللي جايه.